بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 103. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح. المقصود أن النصارى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الأمة، أي أمة النصارى، كانوا مثلثة، يقولون الله واحد في ثلاثة، كذا يقولون، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، وهذا قول مستحيل أن الواحد يكون ثلاثة وأن الثلاثة يكونون واحدا، هذا قول مستحيل، ومع هذا يعتقدون هذه العقيدة المسيحية الخبيثة، عقيدة التثليث والعياذ بالله، ويزعمون أنهم موحدون، هذا الغريب. نعم. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه هذه المقالة تتضمن شيئين: الشرك بالله عز وجل لأنهم يقولون ثلاثة، وعيب الله عز وجل، عيب الإله الحق وتنقصه في قولهم واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد. نعم. أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه وتنقص نبيهم وعيبه. إنهم زعموا أن نبيهم جاء بهذا، وهذا كذب واضح. نبيهم عليه الصلاة والسلام جاءهم بالتوحيد كإخوانه من النبيين، جاءهم بالتوحيد الخالص كإخوانه من النبيين والمرسلين، فعقيدة الأنبياء واحدة وهي توحيد الله عز وجل في ألوهيته وعبوديته وأسمائه وصفاته. نعم. وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح. نعم، ما تمسكوا بشيء مما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام، وهم يزعمون أنهم يؤمنون به، وهذا تناقض واضح. نعم. فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق، مستجيبون لكل ممخرق ومبطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها وتركوا ما أتت به. نعم. هذا دينهم، أنهم تركوا الشريعة التي جاء بها نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام،
الذي يقول يوم القيامة أمام الخلائق: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يفضحهم بهذا أمام الخلائق يوم القيامة ويكذبهم. نعم. وإذا شئت أن ترى العبر في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريين وصيام لماري مريم وصيام لماري جرجس وصيام للميلاد، وتركهم أكل اللحم في صيامهم. نعم، هذا صيامهم، صيامهم على هذه المفتريات والأخطاء الواضحة، فليسوا يصومون كما يصوم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه، بل كانوا يصومون صياما بدعيا لا ينفعهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح. تركهم أكل اللحم يعني في الليل إذا أفطروا، إذا أفطروا في الليل لا يأكلون اللحم، فحرموا ما أحل الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وتركهم أكل اللحم في صيامهم. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا صيام الأنبياء جميعا، صيام الأنبياء جميعا، ولا سيما خاتم النبيين محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فقد صام هذا الصيام وأمر به، وكذلك الأنبياء من قبله صاموا هذا الصيام وأمروا به، وإن اختلف توقيتهم للصيام. نعم. وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم ولم يمنعهم منه في صوم ولا فطر. نعم، ما كان المسيح يمنع النصارى من أكل اللحم لا في صوم ولا في فطر، بل الله جل وعلا أباح اللحم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واللحم من الطيبات. نعم. وأصل ذلك أن المانوية كانوا لا يأكلون ذا روح، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما، فصاموا للميلاد والحواريين وماري مريم، وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب ماني. فلما المانوية طال المانوية هم الذين يقولون بإلهين اثنين، المانوية هم الذين يقولون بإلهين اثنين، وأخذ النصارى هذه العقيدة الباطلة عن المانوية، ولم يأخذوه عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب ماني، فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية، فصارت سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على تبعهم في هذا تحريم الحلال،
فرق اليهود، فرق النصارى، فرق النصارى الثلاث، تحريم اللحم. نعم. فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية فصارت سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على ذلك الملكانية. فصل. نعم. ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت يعني عن حال النصارى. نعم. ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقبضوا بها عقول العوام ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم واستدرار أموالهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. نعم. فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور، ومحله بيت المقدس، فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه، فيتلو أحبارهم الإنجيل، ويرفعون أصواتهم، ويبتهلون في الدعاء، فبينما هم كذلك، وإذا نار قد نزلت من سقف البيت، فتقع على ذبالة القنديل، فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضجون ضجة واحدة، ويصلبون على وجوههم، ويأخذون في البكاء والشهيق. نعم. قال أبو بكر: هكذا الله جل وعلا عاقبهم بهذه الأباطيل، عاقبهم بهذه الأباطيل الواضحة التي لا أصل لها في دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال أبو بكر الطرطوشي: كنت ببيت المقدس، وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له سقمان، فلما نما إليه خبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركتهم وقال: أنا نازل إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم، وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهونه. فصعب ذلك عليهم جدا، وسألوه ألا يفعل فأبى وألح، فحملوا له مالا عظيما فأخذه وأعرض عنهم. قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد ابن الأقدم بالأسكندرية فحدثني أنهم يأخذون خيطا رقيقا من نحاس وهو الشريط، ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل، ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس، وقد عظموا ذلك البيت فلا يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس القبة رجل، فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط، فتجري النار مع دهان اللبان إلى آخر الخيط النحاس، فتلقى الفتيلة فتعلق بها، فلو نصح أحد منهم نفسه. هذا دين النصارى، حيل باطلة يموهون بها على الناس، وليست من دين الله عز وجل، ولا من دين المسيح، ولا من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما هي من دين هذا الخبيث الذي صنع لهم هذه الحيلة. نعم. فلو نصح أحد منهم نفسه وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر، وطلب الخيط النحاس، وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة.
نعم. ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها. المتوكل العباسي، المتوكل على الله العباسي الذي ناصر شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده. نعم. ومن حيلهم أيضا أنه قد كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها ويجتمعون عند صنم فيها فيشاهدون ثديا ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن، وكان يجتمع للسادن في ذلك اليوم مال عظيم، فبحث الملك عنها فانكشف له أمرها، فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم وجعل فيه أنبوبة من رصاص وأصلحها بالجير ليخفى أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن فيجري إلى الثدي فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم وتعظيمهم له، فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس، وقال إن هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام. نعم، هذا ما فعله الخليفة المتوكل على الله العباسي رحمه الله على هذا الصنيع الطيب، وإبطال هذه الحيلة الكاذبة أمام الناس وإظهارها حتى يفتضح النصارى، فهذا من صنيعه الطيب، وكل صنائعه رحمه الله طيبة وهو على دين صحيح، وناصر شيخ الإسلام ابن تيمية ودافع عنه حتى قام بدعوته رحمه الله. نعم. ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله لما فيه من الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره، فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل، لكن لما هان عليهم دين الإسلام وكان السحت الذي يأخذونه منهم أحب إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه. ملوك الإسلام ليسوا ملوكا للإسلام، وإنما هم ملوكا للإلحاد، لكن هم سموا أنفسهم بذلك، سموا أنفسهم ملوك الإسلام. نعم. فصل. والمقصود أن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، بل قبله بنحو 300 سنة، مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص إله العالمين ورميه بالعظائم، فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. نعم، الذي لا يأخذ من هذه الأباطيل عندهم هم في عقيدتهم أنه ينفون عنه دين النصارى، وهو كذلك نفى الله عنه دين النصارى، لكنهم يعتقدون هذا من السيئات، وفي الواقع أنه من الحسنات ومن الدين الصحيح الذي جاء به روح الله، الذي جاء به روح الله جبريل عليه السلام وألقاه إلى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا عجبا، كيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه؟ أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، هذا لا يكون، هذا مستحيل، ولكنه على استحالته وقبحه هو عقيدة النصارى. وقد برأ الله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسيتبرأ منهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فيقول إذا قال الله له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. تنزه الله سبحانه وتعالى: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن الدين حق لله وليس حقا للمسيح. نعم. فيا عجبا، كيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه؟ أترى لم يكن في هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال؟ وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه فلا يذكرون مثالا ولا شبها إلا وفيه بيان خطأهم وضلالهم. نعم. كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به، اللاهوت الذي هو الآلهة بالناسوت الذي هو الإنسان، فيزعمون قبحهم الله أن الله اتحد مع الإنسان، أن الله اتحد مع الإنسان في شخص عيسى عليه السلام فصار شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون. نعم. كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد، يزعمون والعياذ بالله أن الله دخل في فرج امرأة، دخل في فرج امرأة التي هي مريم عليه الصلاة والسلام، وبرأها الله من ذلك، دخل في فرجها وشرب من الدم الذي يشربه الجنين مدة حياته في بطن أمه، ثم إنه ولد، ثم إنه ولد من مريم وصار إلها. هذه عقيدتهم في المسيح عيسى بن مريم، أنه الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا دين النصارى الذي هم عليه ولم يتركوه إلى الآن، هم عليه. نعم. كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد، وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن. نعم. يقولون إن اللبن شيء واحد وهو يتكون من ثلاثة أشكال. صحيح، اللبن يتكون من ثلاثة أشكال، ولكن ليس هو الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وتشبيه آخرين بذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه لأعضاء البدن إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس. يحاولون أن يبرروا هذه العقيدة الباطلة الشركية بهذه الأقاويل الباطلة، وفضحوا النصارى بذلك. تبين لكل عاقل فساد هذه المقالة وبطلانها، والحمد لله. نعم. إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتى صار حقيقة أخرى، تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذبهم. نعم. ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض،
حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه. من قبائح النصارى. يقول شيخ الإسلام: كان العقل يقتضي أنهم كل صليب يحطمونه، أنهم يحطمون كل صليب، ولكنهم عظموه ونصبوه أمامهم وهم يصلون له. هذا من انتكاس عقولهم والعياذ بالله. كان من الحق أن يأخذوا كل صليب على وجه الأرض ويحطمونه، لكن من غباوتهم أنهم يعبدون الصليب ولا يزالون، مع أنه باطل باطل باطل. نعم. حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات، وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس، ثم دفن وأقام تحت التراب 3 أيام، ثم قام بلاهوتيته من قبره. هذا قول جميعهم، هذا قول جميع النصارى، هذه الأباطيل، أنهم أخذوا المسيح عليه السلام، أخذوا المسيح عيسى بن مريم، وأنهم قتلوه وأنهم صلبوه، هذه عقيدتهم، أنهم قتلوا نبي الله كما قتلوا غيره من الأنبياء، ويقتلون النبيين بغير حق، فيزعمون أنهم قتلوا، وفي الحقيقة أنهم جاءهم واحد من جنسهم وعلى عقيدتهم، فدلهم على مكان المسيح، وبيت المسيح، دلهم على بيته ليأخذوه ويقتلوه. فالله جل وعلا ألقى شبه المسيح على هذا الشخص الذي دلهم عليه، ورفع المسيح من بينهم وهم لا يشعرون، رفع المسيح من بينهم وهم لا يشعرون، فأخذوا هذا الرجل الذي عليه شبه المسيح فقتلوه وصلبوه. قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم هذا الرجل الذي دلهم على بيت المسيح ليأخذوه، ألقى الله شبه المسيح عليه فظنوا أنه هو، فأخذوه وقتلوه وصلبوه، فاستمرت عقيدتهم الصليبية على هذا المنوال، يزعمون أنهم قتلوا المسيح وأنهم صلبوه. نعم. هذا قول جميعهم، ليس فيهم من ينكر منه شيئا، فيا للعقول. قد أنكره الله، هم لا ينكرونه ولكن الله أنكره، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على الخبيث الذي دلهم على بيت المسيح ليقبضوه، فشبه وألقى الله شبهه عليه فأخذوه يظنون أنه المسيح بناء على الشبه، وقتلوه وصلبوه، وصار مستمرا في عقيدتهم الصليبية. نعم. فيا للعقول
كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل؟ الآن فهمتم حقيقة دين النصارى، هذه حقيقة دين النصارى والعياذ بالله. نعم. فيا للعقول كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة، ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض؟ إذا كان الإله دخل في فرج امرأة وصار يشرب الدم، فمن الذي يدبر العالم في هذه الأيام الثلاثة؟ يدبرها رجل في فرج امرأة، في بطن امرأة؟ تعالى الله عما يقولون. هذه عقيدتهم والعياذ بالله. نعم. ومن كان يدبر أمر السماوات والأرض، ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة، ومن كان الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟ هل المدفون في قبره يستطيع في هذه الأيام الثلاثة أنه يدبر الكون؟ تعالى الله عما يقولون. لكن ليس لهم عقول، عقولهم فسدت. نعم. ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت، أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له؟ كما هذا الحقيقة أن الكلمة كلمة الله فضحتهم وبينت كذبهم بما ذكر الله سبحانه في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة، وهو يفضح دين النصارى. نعم. ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت، أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له، كما خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ المسيح، وإنما هو كغيره من آحاد الناس. وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومازجت لحمه ودمه؟ أين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارق وقتلت وصلبت ودفنت معه، فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ هذه عقيدتهم والعياذ بالله، أنه أن الله الذي هو المسيح بزعمهم، إن الله هو المسيح ابن مريم يقولون، أنه قتل وصلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة أيام من القبر، قام بعد ثلاثة أيام من القبر اللي يسمونها القيامة عندهم، عقيدة القيامة يعني قيام المسيح من القبر الذي زعموه، قام وصعد إلى السماء تعالى الله عما يقولون. أي كذب أفظع من هذا الكذب في حق الله سبحانه وتعالى؟ إله رب السماوات والأرض يدخل في فرج امرأة يشرب من حيضها ثم تلده تعالى الله عما يقولون، ثم بعد ولادته وتعميره مدة في الدنيا يؤخذ ويقتل ويصلب؟ يقولون نعم صلب لأجل فداء البشرية من ذنب آدم لما أكل من الشجرة. هذه الأكاذيب، عقيدة الصلب يسمونها الصلب والفداء، أن عيسى عليه السلام فدى البشرية فصبر على القتل وعلى الصلب فداء للبشرية
من غضب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة، هذه نسأل الله العافية. نعم. ويا عجبا أي قبر يسع إلى أهل السماوات والأرض هذا، وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. نعم. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا من نظم ابن القيم رحمه الله. نعم. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن نعاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه رب الخلق، لا تبسه يعني لا تحبه، لا تحبه بفيك. نعم. فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده، فإنك من عداه. فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه. فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذه بدايته وهذا منتهاه. رحمه الله. نعم. فصل. قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه، فتلاعب بهم في شأن المعبود سبحانه وتعالى، وتلاعب بهم في أمر المسيح، وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته، وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها، فلا تجد كنيسة منك صور الصليب يعني. فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلوا عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور، لأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس
وبأن سليمان ابن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل، ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذ. قال في كتابه يعني اليهودي، نعم. وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له، لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك. كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان. وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام. وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان عليهما السلام لو صح لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود عليه السلام أنه نقش خطيئته في كفه لئلا ينساها، فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم من خدام الملك دخل على رجل قريب من مجلسه وسجد له وعبده وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك، وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله، إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يخص به الملك دون عبيده من الإكرام والخضوع والتذلل. ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرامه له ورفع منزلته. كذلك حال من سجد لمخلوق أو لصورة مخلوق لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الرب ولا يصلح إلا له، ففعله لصورة عبد من عبيده وسوى بين الله وبين عبده في ذلك، وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد فطر الله سبحانه عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال والخضوع والذل الذي يعامل به الملك، فكيف حال من فعل ذلك بأعداء الملك؟ فإن الشيطان عدو الله، والمشرك إنما يشرك به لا بولي الله ورسوله، بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم، معادون لهم، أشد الناس مقتا لهم، فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله وسووا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم والسجود والذل. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح. والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دينهم وفروعه كتلاعبه بهم في صيامهم، فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح بل هو مختلق مبتدع. فمن ذلك أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل ملك بيت المقدس، وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس وقتلوا النصارى وهدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس، فلما صار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا وسألوه أن يكتب لهم عهدا ففعل. فلما دخل بيت المقدس شكى إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم، فقال لهم هرقل: وما تريدون مني؟ قالوا: تقتلهم. قال: كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد؟ فقالوا له:
إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدري ما فعلوا من قتل النصارى وهدم الكنائس، وقتلهم قربان إلى الله تعالى، ونحن نتحمل عنك هذا الذنب ونكفره عنك، ونسأل المسيح ألا يؤاخذك به، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك، ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية، ونكتب به إلى جميع الآفاق غفرانا لما سألناك. فأجابهم وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل ما لا يحصى كثرة. فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحم يصومونها لهرقل الملك غفرانا لنقضه العهد وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق، وأهل بيت المقدس وأهل مصر يصومونها، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها ويصومون الأربعاء والجمعة. وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى فصل الربيع المعتدل وتغيير شريعة المسيح زادوا فيه 10 أيام عوضا وكفارة لنقلهم له، كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، ينقلون الصيام من وقت إلى وقت، هذا النسيء زيادة في الكفر. نعم. ومن ذلك تلاعبه بهم في أعيادهم، وكلها موضوعة مختلقة محدثة بآرائهم واستحزانهم. فمن ذلك عيد ميكائيل، وسببه أنه كان بالإسكندرية صنم، وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا عظيما ويذبحون له الذبائح، فولى بتركة الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره ويبطل الذبائح، فامتنعوا عليه فاحتال عليهم وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم. فأجابوه إلى ذلك فكسر الصنم وصيره صلبانا، وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل وسماها قيسارية، ثم احترقت الكنيسة وخربت، وصيروا العيد والذبائح لميكائيل، فنقلهم من كفر إلى كفر ومن شرك إلى شرك، فكانوا في ذلك كمجوسي أسلم فصار رافضيا. فدخل الناس عليه يهنئونه، فدخل عليه رجل وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من النار إلى زاوية أخرى. ومن ذلك عيد الصليب، وهو مما اختلقوه وابتدعوه، فإن ظهور الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير، وكان الذي أظهره زورا وكذبا أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم وربهم، فانظر إلى هذا السند وهذا الخبر، فاتخذوا ذلك الوقت الذي ظهر فيه عيدا وسموه عيد الصليب، ولو أنهم فعلوا كما فعل أشباههم من الرافضة حيث اتخذوا وقت قتل الحسين رضي الله عنه مأتما وحزنا لكان أقرب إلى العقول. وكان من حديث الصليب أنه لما صلب المسيح على زعمهم الكاذب وقتل ودفن رفع من القبر إلى السماء، وكان التلاميذ كل يوم يصيرون إلى القبر إلى موضع الصلب ويصلون، فقالت اليهود: إن هذا الموضع لا يخفى وسيكون له نبأ، وإذا رأى الناس القبر خاليا آمنوا به، فطرحوا عليه التراب والزبل حتى صار مزبلة عظيمة. فلما كان في أيام قسطنطين الملك جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب، فجمعت من اليهود والسكان ببيت المقدس والخليل 100 رجل، واختارت منهم 10، واختارت من 10 3 اسم أحدهم يهوذا، فسألتهم أن يدلوها على الموضع،
فامتنعوا وقالوا لا علم لنا بالموضع، فطرحتهم في الحبس في جب لا ماء فيه، فأقاموا 7 أيام لا يطعمون ولا يسقون. فقال يهوذا لصاحبيه إن أباه عرفه بالموضع الذي تطلب، فصاح الاثنان فأخرجوهما، فخبرها بما قال يهوذا فأمرت بضربه بالسياط فأقر وخرج إلى الموضع الذي فيه المقبرة، وكان مزبلة عظيمة، فصلى وقال اللهم إن كان في هذا الموضع فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان، فتزلزل الموضع وخرج منه دخان. فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب فظهرت المقبرة وأصابوا 3 صلبان. وقالت الملكة كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد أيس منه، فوضع الصليب الأول عليه ثم الثاني ثم الثالث، فقام عند الثالث واستراح من علته، فعلمت أنه صليب المسيح، فجعلته في غلاف من ذهب وحملته إلى قسطنطين. وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب 323 سنة. هذا كله نقله سعيد بن بطريق النصراني في تاريخه، والمقصود أنهم ابتدعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدة وبعد، فسندوا هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة. ويكفي هذا رد ابن القيم عليه. نعم. وبعد فسندوا هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني مع انقطاعها وظهور الكذب فيها لمن له عقل من وجوه كثيرة. ويكفي في كذبها وبيان اختلاقها أن ذلك الصليب الذي شفى العليل كان أولى ألا يميت الإله الرب المحيي المميت. ومنها أنه إذا بقي تحت التراب خشب 323 سنة فإنه ينخر ويبلى بدون هذه المدة. فإن قال عباد الصليب إنه لما مس جسم المسيح حصل له الثبات والقوة والبقاء، قيل لهم فما بال الصليبيين الباقيين لم يتفتتا واشتبها به؟ فلعلهم يقولون لما مست صليبه مسها البقاء والثبات. وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك، وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك. والرب سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل تدكتك الجبل وساخ في الأرض ولم يثبت لتجليه، فكيف تثبت الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟ ولقد صدق القائل إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يكونوا منهم. فإن كانت هذه الحكاية صحيحة فما أقربها من حيل اليهود التي تخلصوا بها من الحبس والهلاك، وحيل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، ولا سيما لما علم اليهود أن ملكة دين النصرانية قاصدة إلى بيت المقدس وأنها تعاقبهم حتى يدلوها على موضع القتل والصلب، وعلموا أنهم إن لم يفعلوا لم يتخلصوا من عقوبتها. ومنها أن عباد الصليب يقولون إن المسيح لما قتل غار دمه، ولو وقع منه قطرة على الأرض ليبست ولم تنبت. فيا عجبا، كيف يحيي الميت ويبرأ العليل بالخشبة التي شهر عليها وصلب؟ هذا كله من بركتها وفرحها به، وهو مشدود عليها يبكي ويستغيث. ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبة من صلب عليه وعظمته، تخصف الأرض بالحاضرين عند صلبه والمتمالئين عليه، بل تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم يقال لعباد الصليب لا يخلو أن يكون المصلوب
الناسوت وحده أو مع اللاهوت، فإن كان المصلوب هو الناسوت وحده فقد فارقته الكلمة وبطل اتحادها به، وكان المصلوب جسدا من الأجساد ليس بإله ولا فيه شيء من الإلهية والربوبية البتة. وإن قلتم إن الصلب وقع على اللاهوت والناسوت معا فقد أقررتم بصلب الإله وقتله وموته وقدرة الخلق على أذاه، وهذا أبطل الباطل وأمحل المحال، فبطل تعلقكم بالصليب من كل وجه عقلا وشرعا. وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل قول الصوفية بالحلولية ووحدة الوجود قد أخذوا هذه العقيدة من النصارى؟ أخذوها من الكذب، أخذوها من الكذب، ما أخذوها من النصارى، كذبوها ولفقوها وأظهروها للناس أنها حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخليفة المتوكل رحمة الله عليه، هل هو الذي أخرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن وقت المحنة؟ نعم، هو الذي أخرج الإمام أحمد من السجن وناصره وأيده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتوكل له فضل عظيم، الخليفة المتوكل العباسي له فضل عظيم وله دين سليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن كل من كان من النصارى على العقيدة الصحيحة التي كان عليها عيسى عليه السلام ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الإسلام؟ نعم، دخل في الإسلام. النصارى الذين على دين المسيح الدين الصحيح دخلوا في الإسلام لأنه يوافق ما هم عليه وهو أفضل مما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ نعم، لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة، فلا بأس بالصلاة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أعمل سائق أجرة، فهل يحل لي أن أوصل النصارى إلى الكنيسة؟ لا، هذه عقيدة باطلة فلا تعنهم عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح صلاة من صلى وفي ملابسه رسم الصليب؟ تصح الصلاة ولكن يأثم على الصورة التي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن أمه على النصرانية وهي تقاطعه لأنه مسلم، فما نصيحتكم في ذلك؟ أن يبر بها ويحسن إليها وأن يبقى على دينه، يخالف دينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل: جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز للمسلم أن يشارك في بناء الكنيسة إذا كان عامل بناء؟ لا يجوز هذا،
إذا بناها فقد أقرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة القرآن عند عقد النكاح وقراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة لا بأس، وأما قراءة القرآن فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على طلبة العلم في زمن الفتن حتى يحصل لهم الثبات على الدين؟ نعم، مش أنت سألت سؤال: ما حكم قراءة القرآن عند عقد النكاح وخصوصا قراءة الفاتحة؟ نعم، يقرأ القرآن، آيات من القرآن تقرأ، آيات من القرآن، نساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك قراءة الفاتحة في عقد النكاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على طلبة العلم في زمن الفتن حتى يحصل لهم الثبات على الدين؟ الواجب حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله هو الذي يحملهم على الصبر على الفتن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الانحناء لأجل تقبيل رأس أحد الوالدين أو تقبيل رأس أي شخص ذو مكانة، هل هذا من الشرك؟ لا، هذا من التحية، تحية الوالدين، أنت منحن لتقبل رأس والدك، وهذا من البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول: ما حكم غيبة الفاسق؟ إذا كان في ذلك تحذيرا من فسقه، إذا كان في غيبته تحذير من فسقه فيغتاب، ما هو بغيبة، هذا ما هو غيبة، هذا من باب النصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يقول عنده محل بقالة، هل يجوز له أن يبيع الدخان وهو لا يشربه؟ لا يجوز، حرام شربه، وحرام بيعه، وحرام شراؤه، خبيث من الخبائث، ضار ليس فيه أي فائدة إلا تأثير على جوف الإنسان، أنت لو توقد النار في غرفة كبيرة أما تسود الغرفة؟ جوف الإنسان أضيق من الغرفة، فماذا يكون سواده والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هل يفهم من هذا أن لفظ البناء هو البناء من العدم، أم يشمل تحويل عمارة من كنيسة إلى مسجد فيعد بناء؟ كل بناء للمسجد أو تبديل الكنيسة إلى مسجد، كل مسجد يعد فهو يدخل في هذا الفضل. نعم، بأي طريقة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس على إمام واحد في التراويح قوله: نعمة البدعة هذه، هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ليس هناك بدعة سيئة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة، بل كل البدع سيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة
في النار، ليس في البدع شيء حسن، إنما فيه سنة حسنة، سنة حسنة. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة بمناسبة قدوم أناس جياع، جاء رجل، بادر رجل فأتى بصرة من الفضة يحملها، قد عجزت يده عن حملها، فوضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بها، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم، فعمر في التراويح يقصد السنة الحسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الخوف من الجن أم أن هذا يصل إلى حد الشرك؟ قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا، فيستعيذون بالجن، فالله جل وعلا سلطهم عليهم زادوهم رهقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: بعض الناس عندنا إذا حفر بئرا وخرج منه الماء فإنه يذبح عند هذا البئر، هل هذا الفعل جائز؟ هذا بدعة، هذا بدعة سيئة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الزوجة التي تكثر الرد والنقاش ومساءلة الزوج عن كل شيء، هل تعد ناشزا بفعلها هذا؟ لا، لا تعد ناشزا، لا تعد ناشزا، ولكن تعد مسيئة، مسيئة في فعلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قاصر ورث من أبيه 500,000 وتم حفظها في بيت المال في المحكمة حتى بلغ، وكان مدة مكثها في بيت المال 8 سنوات، السؤال حفظك الله: هل يزكي عن 8 سنوات كاملة أم يزكي عن سنة واحدة فقط؟ إذا كان له وكيل، هذا القاصر له وكيل، أقامت المحكمة وكيلا له يحفظ ماله، هو الذي يخرج زكاته نيابة عنه. وإذا كان ليس له وكيل ولم تخرج الزكاة، فإنها تخرج بعدد السنين التي مرت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الإكثار من الحلف عند البيع والشراء؟ هذا فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في بلاد الغرب حارسا لمكان، وأجد صعوبة في الصلاة في وقتها، حتى أنني أضطر إلى أن أجمع بين الصلاتين، هل يجوز لي ذلك؟ لا، صل كل صلاة في وقتها في مكانك، في مكان الحراسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء السلع التي عليها صور النساء، وهل يجوز بيع مثل هذه؟ لا، لا يجوز بيع الثياب ولا لبس الثياب التي فيها صور، لا يجوز ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر
هل تجب عليه صلاة الجمعة أم أن له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر فإنه يقصر الصلاة ويجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، إلا إذا كان مقيما إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يجمع، لكن يجوز له القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اجتمع عندي مال من الربا وقد تبت إلى الله، فماذا أصنع بهذا المال؟ أخرجه على المحتاجين، أخرجه على المحتاجين تخلصا منه وليس صدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة لإمام المسجد أن يداوم على قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان فجر كل يوم جمعة؟ لا، المداومة لا، لكن يقرأ، يترك ذلك في بعض الجمع حتى يعرف الناس أنه ليس واجبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل يقول: ما حكم ما يسمى بخاتم التسبيح حيث إنه يعينني على ضبط العدد وعلى الذكر؟ لا يجوز اتخاذ هذا، لا يجوز اتخاذ الخاتم من أجل ضبط العدد، تعدها بأصابعك، تعدها بأصابعك، هذا هو السنة، لا بخرزات السبحة. وأظن الأسئلة دي جاءت وأجبنا عليها لكن كررتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، هل يجوز الإشارة باليد؟ لا يشار باليد، وإنما يسلم بدون إشارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه يستفاد من كتب أهل البدع بحجة أن أبا هريرة رضي الله عنه قد أخذ الحق والعلم من الشيطان. هذا خاص بهذه القصة ولا يعمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز مس المصحف بدون وضوء، يعني مباشرة، أما أن يحمله في كيس أو من وراء حائل فلا بأس بذلك، إنما يباشر مس المصحف الكتابة، يباشر الكتابة، كتابة القرآن بدون حائل وهو على غير طهارة، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، يعني من الملائكة، وهو يدل بإشارته إلى أن الإنس كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تأخر الإنسان عن الصلاة المكتوبة ودخل عليه وقت الثانية، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الأولى أو الصلاة الحاضرة؟ يصلي الصلاة الأولى قبل منفردا، ثم يدخل مع الجماعة فيما أدرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء اللعن للواصلة والمستوصلة، يقول: هل زراعة الشعر يدخل في وصل الشعر؟ اي نعم، هذا هو الوصل، هذا هو الوصل، الوصل هو أن تزيد شعرا ليس من شعرها، سواء أتت به على شكل صورة صورته، أو أنها ووصلته مع شعرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بناء المساجد هل يجوز من زكاة المال؟ لا، لا تبنى المساجد من الزكاة. الله جل وعلا بين مصارف الزكاة 8 مصارف، وليس منها بناء المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توضأ ثم حصل معه القيء فهل ينتقض وضوءه بقيئه؟ نعم نعم، القيء ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يسأل رعاك.